لا يمكن الحديث عن المهاجرات والمهاجرين في المنطقة المغاربية دون الحديث عن السياق العام الذي تعرفه هذه الهجرة، حيث أنه يعني بملاحظة بسيطة يمكن أن نلاحظ أن المهاجرين عبر العالم هم في ازدياد كبير. حسب الإحصائيات الأخيرة هناك ما يناهز 240 مليون مهاجر في العالم. هذه المهاجرين يساهمون بشكل كبير في اقتصاديات البلدان المستقبلة وفي اقتصاديات كذلك البلدان المصدرة لهذه الهجرة. ولكن في نفس الوقت هناك واقع لهذه الهجرة الذي يتسم بالانتهاكات وبالخروقات لحقوق المهاجرات والمهاجرين، حيث أنه المشتغلين منهم يشتغلون في ظروف بالغة القساوة، غالبا ما يتم حرمانهم حتى من الحقوق الأساسية المضمونة لهم بحكم المواثيق الدولية وبحكم بعض القوانين يعني الوطنية لبعض البلدان. كذلك يتميز هذا الواقع بالتهميش، بتزايد العنصرية وبالتمييز وبالابتزاز وبالعنف، وأن الكثير من هؤلاء النساء يشتغلن في أوضاع وفي يعني في مهن يعني تقليدية ونمطية، حيث أنك نوجد فيهم مربيات، ممرضات، منادلات أو العاملات في المصانع. كذلك أن العديد من هؤلاء النساء يتم الزج بهن في أعمال وتجارة الجنس ويتعرضن للاستغلال والاتجار وأعمال التهريب. التقرير كذلك يبين على أن هناك نسبة النساء الحاملات للشهادات هي أكبر لدى النساء منها لدى الرجال، والتحويلات التي تقوم بها النساء رغم أنهن يتلقين أجورا أقل من الرجال، تحويلاتهن إلى بلدانهن الأصلية أكبر من الرجال، وكذلك يساهمن في التنمية ويؤثرن إيجابا في حقل ديال تعليم الأطفال وتقليص الفروق بين معدلات تحصيل الإناث والذكور. في هذا الإطار كاين هناك كذلك هجرة نسائية بدأ الحديث وبدأ الاهتمام بهذا الموضوع داخل الدول الأوروبية، وبدأ الاهتمام بعمل هذه الهجرة المؤنثة، بدأ الاهتمام بوضعيتهن، بدأ الاهتمام بما يعانينه داخل الاتحاد الأوروبي. ولكن على الرغم من أنه يبقى هذا الاهتمام أكبر بصيغة المذكر منه بالمؤنث، ولكن على أي حال هناك تزايد الاهتمام بهذه يعني هذا الجزء من المواطنات المواطنين. احنا من خلال تقاريرنا ومن خلال بياناتنا ومتابعتنا لوضع المرأة على المستوى المغاربي نلاحظ انه وان تحققت بعض الحقوق والمكاسب في المرأة ولو بتفاوت بين قطر واخر، لانه ربما تونس سبقت بعض البلدان المغاربية في عدد من الحقوق والمكاسب في المرأة التونسية، فانه نلاحظ انه هذه الحقوق على المستوى المغاربي اجمالا لم تبلغ مستوى مأمول ومستوى ملائم العصر ومستوى يلائم طموحات النساء، فالتمييز مازال قائما بين الرجل والمرأة في عدد كبير من الميادين، البطالة والفقر مازالان مؤنثان، يعني فما تأنيث عدد النساء الفقيرات أكثر من الرجال وعدد العاطلات عن العمل من النساء أكثر من الرجال. بالنسبة لنفاذ المرأة إلى مواقع المسؤولية ومواقع القرار، رغم مؤهلات المرأة ورغم تعليم المرأة وشهادة المرأة، ولكن ما زالت المواقع النفوذ ومواقع القرار ومواقع السلطة ما زالت إجمالا في يد الرجل، وإن بعض النساء ربما تحصلنا هكا بجهد كبير على بعض المناصب، ولكن هذا غير كافي تماما، لأن السلطة يلزم معناتها حتى من حقها المرأة أن تكون ضمن السلطة، السلطة في الإدارة، السلطة في الوزارة، السلطة في الحكم. في تونس رغم المكاسب مثلا تونس رغم المكاسب ولكن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ثم امرأة واحدة القاضية الفاضلة كلثوم كنو هي الوحيدة اللي كانت
مترشح من ضمن 27 مترشح وهي غير كافي. بالنسبة للحكومة الأخيرة التي تشكلت فيها 9 نساء ولكن أغلبهن من في معناتها مساوفين في الحكومة كتابة الدولة، وبالتالي ثم جهد كبير ينتظرنا لتحسين وضعية المرأة والوصول بها إلى المساواة التامة لدرجة المرأة. ثم قضايا إشكاليات كبيرة متعلقة بالقانون أيضا، زال ثم التمييز في القانون والتمييز في الواقع كما قلت. وهذا ما يتطلب المجتمع المدني والمجتمع السياسي أنه يبذل مجهود أكثر لتحسين وضعه.